اكتر حاجه كان نفسي اشوفها في مباراه ويست هام وليفربول ان سعيد بن رحمه يكون موجود قدام تريند الكسندر ارنولد، عشان خاطر تريند الكسندر ارنولد اي حد بيلعب ليفربول بيهاجم من ناحيه تريند، سعادتك بيهاجم من ناحيه تريند، يعني المفروض ان سعيد بن رحمه كان يبقى موجود هنا، ومفروض ان جاريت بوم كان يبقى موجود هنا. عايز تحط لانزيني في 4 2 3 1 ماشي، بس انا عارف كويس قوي ان الغياب المؤثر جدا لديكلان رايس هيخليك تغير طريقه لعبك، بس مش 4 4 2، مش 4 4 2 خالص، مش 4 4 2، مش لانزيني تنزله يلعب جنب توماس سوشيك، انت بتنيل ايه؟ توماس سوشيك جنبه لانزيني ازاي؟ ازاي طيب؟ لانزيني عمره في حياته ما جرب يلعبها قبل كده، حتى لما لعبها قبل كده ما كانش ناجح قوي فيها، ازاي انت جربت تحطه النهارده قدام ليفربول؟ ما عندكش ولا واحد موجود في الفرقه ينفع يكون بديل لديكلان رايس، يعني هي واقفه على ديكلان رايس قوي كده. اه ممكن تكون واقفه عند جاريت بون، ممكن تكون واقفه على لعيب زي مايكل انتوني، ممكن تكون واقفه على لعيب زي سعيد بن رحمه، بس واقفه على ديكلان رايس ما عندكش ديفندر تاني خالص بالنسبه لديكلان رايس، يعني هو الوحيد اللي موجود في الفرقه لو اتصاب ما فيش حد غيره. ما فيش حد سته خالص في الفرقه غيره ينفع، بتنزل لي لانزيني تحت ازاي طيب؟ وبعدين هنا بالرحمه هيكون موجود ما بين جوردن هاندرسون وموجود ما بين محمد صلاح، وطبعا هيضغط على ترند الكسندر ارنولد. نقطه ضعف في ليفربول كلها موجوده عند ترند ارنولد والانطلاقات بتاعه ترند ارنولد. ترند النهارده مان اوف ذا ماتش، ترند النهارده اعلى تقييم جوه الملعب واخد 9.2، يعني ترند الكسندر ارنولد كان بيتفسح حرفيا قدام نيكولا فاليسيك اللاعب الكرواتي، اللي هو انت بتعمل ايه؟ يعني اه انا عارف انك بتلعب ليفربول في الانفيلد، وعارف ان ويست هام عنده مشاكل كبيره قوي الماتشات اللي فاتت، وعارف ان ويست هام بيعاني، وعارف ان خط دفاع ويست هام رغم ان رجع له كورت زوما وجارك دوس الموجودين، بس في عندك مشاكل، عندك مشاكل كبيره قوي، حتى انت بتلعب 4 4 2 اللي هو مفترض ان انشيلوتي يوري الكوكب ده كله ان ليفربول ينفع توقفه بال 4 4 2 عادي جدا. فال 4 4 2 بقت اي حد بيلعب ليفربول بيقفل له الاطراف على ساديو وعلى صلاح، وكان مفترض على الاختراقات اللي بيعملها لعيب زي فيرمينيو، بس دلوقتي بسم الله ما شاء الله جالك بروفايل مختلف تماما وهو لويس دياز. لويس دياز اللي انا هفضل دايما اقول ان هو كان تخفيله جامده قوي من يورجن كلوب في الميركاتو بالنسبه للانديه كلها، ان هو راح جاب لويس دياز. طبعا نص ملعب ليفربول جوردن هاندرسون، وموجود فابينيو، وموجود نبي كايتا. ما تقلقش غير من نبي كايتا في الادوار الهجوميه، لان جوردن هاندرسون كل قدراتك اللي هتعملها انك هتكون بتباص لصلاح وبتحاول ترجع بسرعه كبيره جدا تلم ورا تحت، تلم ورا تحت عشان خاطر الزيادات اللي هيعملها ترينت الكسندر ارنولد، فانت دايما هتكون قريب من ترينت علشان خاطر تقفل شويه. فبسم الله ما شاء الله، يعني انت المفروض ان اللعب كله يبقى موجود ناحيه اليمين بس بالنسبه لليفربول، انت الملعب كله موجود ناحيه اليمين بس، هنا ترينت، هنا قدامه صلاح، هنا جوردن هاندرسون، الناحيه الثانيه هناك خلى فيها لويس دياز، بس رغم ان في روبرتسون وفي نابي كايتا بس الفرقه كلها بتلعب على صلاح. صلاح نجم الفرقه الاول، مهما كان جنبه ماني، مهما كان جنبه دياز، صلاح نجم الفرقه الاول بالارقام وبكل حاجه. صلاح النهارده ما كانش في حالته، بس رغم كده ساديو ماني عرف يخلص المباراه، وعرف ان هو يسجل هدف لفرقه ليفربول ينهي بيه الجيم، لان كلنا شفنا ان ويست هام ما كانش عنده القدرات اللي تخليه يعرف يرجع في الجيم، الا لما نزل سعيد بن رحمه. ليه بقى؟ لان سعيد بن رحمه بيضغط على نقطه قوه ليفربول. ده طبعا نزله لما شاف ان جاريت بون مصاب، بس طبعا لما نزل سعيد بن رحمه قال لك لا، ما كده في مشكله، ما سعيد بن رحمه هيلعب الناحيه الشمال بتاعت لويس دياز، وهم كده كده ليفربول اندرو روبرتسون بيساندوا في الوجبات الدفاعيه لويس دياس، لان ساديو ماني بيلعب سترايكر. ساديو ماني بيلعب فيرود، ساديو ماني مفترض ان هو واخد ادوار الفيرود في عدم وجود فيرود، اللي هو مفترض ان هو بيلعب مهاجم وهم لا مؤاخذه. يعني حتى فكره المهاجم الوهم دي كلوب راح نتش كده بيب جوارديولا قال لك انا كمان ممكن العب مهاجم وهم، يعني يلا وهم وهم بقى. بس ساديو ماني بصراحه شغال حلو قوي في موضوع المهاجم الوهمي ده او السترايكر الصريح، بيسجل كتير. خط الدفاع النهارده كان فيه جنب فيرجيل فان دايك ابراهيم كانوتي، وكانوتي بالنسبه لي يعني مهما كان سيء هو مش هيكون اسوأ من ماتب بكتير، بس كانوتي عيبه شويه موضوع التغطيات، يعني التغطيه كان عاملها كده على كره انتوني، الكره اللي لعبها فيرجيل فان دايك بدماغه وراحت للعيب، راحت تقريبا لنيكولا فيليسيك قبل ما يطلع، بس مع الاسف الشديد فيليسيك ما عملش بقى اي حاجه. وبابلو فورنس النهارده ما ينفعش بابلو فورنس يكون فيرويد، فانا استغربت جدا من افكارك الهجوميه العظيمه جدا دي، اللي هي يابا انا سعيد بن رحمه اللي هي اللعيب الوحيد اللي انت كنت مفترض انك محتاجه جوه الملعب فنيا ما بداتش بيه، فبالصلاه على النبي انت عمال تخربها خالص. بس هنرجع نقول ايه، ليفربول استحق بصراحه ان هو يطلع كسبان.
لو حابين نتكلم على مباراة تشيلسي وبرنلي فتعالى بقى تعالى. دي 3 4 2 1 بالنسبة لتشيلسي تبقى قوية امتى؟ لو ريجنس موجود او بنشيرون موجود، وقتها بتبقى قوية جدا جدا جدا. وقتها بتلاقي ان نجولو كانتي وبتلاقي ان جورجينيو بيكونوا حاضرين علشان خاطر يساندوا اللعيبه دي في الوجبات الدفاعيه اللي مفترض ان هم سابوها وراها، اللي هو في مساحات سابها هنا لعيب زي بن شيرويل، وسابها هنا لعيب زي ريجيمس، بيسيبوا الوجبات دي الدفاعيه للاثنين لعيبه اللي وراهم اللي هو جورجي ونجولو كانتي. بس النهارده للاسف الشديد ساول هو اللي كان بيلعب ناحيه الشمال، ساول نجيز هو اللي كان بيلعب ناحيه الشمال، وساول نجيز في مشكله كبيره جدا بالنسبه للي متابع ساول نجيز، وهو ان ساول نجيز بقاله سنتين ما جاش. بجد والله انا ساول نجيز بقاله سنتين ما جاش خالص، مش ما جاش قوي ده ما جاش خالص. لما ما كانش عارف ياخد فرصته اساسا في اتلتيكو مدريد، لما ما كانش عارف يحجز مكانه كنص ملعب او ك هاف شمال او كباك شمال او كلاعب بيلعب ناحيه الشمال في منظومه السيد ديجو سيميوني، فساول نجيز ما جاش خالص. يعني اللي هو ساول نجيز مش ده ساول نجيز بتاع 3 4 سنين اللي ورا. فساول نجيز كان عندي مشكله كبرشلونه ان هو انضم لبرشلونه، انا كنت شايف ان هو خلاص، يعني ساول نجيز محتاج وقت طويل قوي ومفيش حد عنده وقت ان هو يصبر على ساول نجيز. بس واضح ان الوقت ده بقى موجود عند السيد توماس توخيل، وهو فكره ان انا احط تحت ساول نجيز لعيب زي روديجر، بحس ان روديجر يغطي العك اللي هيعمله ساول نجيز ناحيه الشمال، لان ماركوس الونسو اتصاب بفيروس كوفيد، وللاسف الشديد بين شيرو مش موجود اساسي. بس نرجع تاني للقاعده اللي كنا بنتكلم فيها، لو ريس جيمس موجود الدنيا بتتغير. وريس جيمس موجود بقى يا معلم، ريس جيمس موجود، وريس جيمس لما بيكون في حالته الوضع بيكون متغير جدا جدا جدا. اول 40 دقيقه الماتش كان ممل، لان لامارز يعني شون دايش عنده موضوع الكره الانجليزيه واللعيبه الطوال وموضوع بمعنى بل ربنا وكور طويله والكور الثابته بيقدروا ان هم يلعبوها كويس. فانت بتلعب على فرقه لازم تستفاد من اي خطا دفاعي الفرقه دي تغلطه، لان الفرقه دي لو ما غلطتش وعملت اخطاء دفاعيه كتير هترخم عليك وهتخلي الماتش بالنسبه لك صعب جدا. رغم ان بيرنلي مفترض ان هو في مناطق الهبوط السنه دي، بس خصم بيصعب عليك انك تعرف تكسبه لو انت فرقه كبيره، ان هو خصم فعلا بارد وتلم وفي كل حاجه ممكن تتخيلها في عالم الكوره ما تحبش انك تتفرج عليها في فرقتك وهي بتلعب فرقه زي خصم زي بيرنلي. ده خصم اللي يكرهك في عيشتك بجد والله، رغم ان هو ما فيهوش نجم او حد او ما فيهوش حد مشهور قوي غير نيك بوب حارس المرمى، بس بسم الله ما شاء الله يعني حس الموضوع صعب قوي انك تكسب بيرنلي. فالشوط الثاني لما فتحت بالزوفه، يعني فتحت بالزوفه قوي، لان موسم مونت و كريستيان بوليسيتش وكايا فيرتس الدنيا بالنسبه لهم كانت ضايعه خالص في وسط ال 4 4 2 اللي ما بتتغيرش بقالها قرون من السيد جون دايش. 4 4 2 هي 4 4 2 من يوم ما شفنا بيرن اللي بيبدا 4 4 2 ما بتتغيرش، حاجات ثابته ثوابت ولا مش ثوابت، في ثوابت يا باشا في الصلاه على النبي في الفرقه دي. فكنا شايفين ان تشيلسي عنده مشاكل كتير ان هو مش عارف يخلص الماتش، بس ريس جيمس موجود، ريس جيمس فيه كوره مفترض ان اي باك يعرضها، بس ريس جيمس قال لك لا هذا اي باك عادي، انما انا ريس جيمس يا باشا انا واحد من العناصر الاساسيه في المنتخب الانجليزي، انا بشوط على طول. ريس جيمس شاط على طول وقدر ان هو يسجل الهدف الاول لتشيلسي في الدقيقه 47. تشيلسي اسكت على كده، لا عزيزي، ريس جيمس باصه لكريستيان بوليسيتش، بوليسيتش عمل عرضيه، واو، كايا فيرتس بيسجل الهدف الثاني. كايا فيرتس بدماغه، ما باشا بدماغه يعني بيعرف يعمل الادوار بتاع المهاجم السريع، بيعرف يعمل. مين اللي قال لك ان كايا فيرتس ما بيعرفش يلعب سترايكر؟ بالعكس، ما هو كايا فيرتس كان بيلعب سترايكر كنت بحبس جدا الفكره دي. في اوقات كانت بتكون فكره فاشله، بس النهارده مش فكره فاشله خالص، النهارده فكره مميزه جدا، خصوصا يعني ان كايا فيرتس بعدها بدقيقتين، لان تشيلسي جاب جون في الدقيقه 47 و52 و55، يعني بالصلاه على النبي يغفلوا جون دايش وفرقته في 7 8 دقائق كده سجلوا فيهم 3 اهداف. نسكت بقى على كده؟ لا، مسجلين الهدف الرابع عن طريق كريستيان بوليسيتش، الكوره خبطت في المساك ورجعت لبوليسيتش، بوليسيتش لقاها قدامه في السته راح مخلص بيها الهدف الرابع، علشان خاطر تشيلسي يبدا يفكر في حته التغييرات ويبدا يفكر في حته ان هو محتاج يدي لماتيو كوفيتيتش مكان ريس جيمس، لان ريس جيمس لسه راجع من الاصابه وما ينفعش انك تديله مباراه كامله، وروبن لوفتس شيك مكان نجولو كانتي، لان روبن لوفتس شيك من اللعيبه اللي توماس توخيل شايف ان هي تنفع تكون خليفه شرعيه لنجولو كانتي. وبصراحه حلوه الفكره دي جدا، يعني لعيب زي روبرت لوفت الشيك انجليزي، والاعلام الانجليزي هيحب قوي فكره انك عايز تخلي خليفه نجولو كانتي انجليزي، هيحبوك قوي ويميلوا بيها قوي.
تيمو فيرنر مكان موسم مونت كانت في الدقيقة 78، والكلام ده كله طبعا بعد ما كانت النتيجة 4-0 والمباراة تم حسمها. علشان نقعد نتفرج على النتائج بعد المباراة دي ما خلصت، النتائج اللي خلت ليفربول وصل ل 63 نقطة تحت مانشستر سيتي بثلاث نقاط، وتشيلسي اللي جاي من بعيد قوي ب 53 نقطة. في مباراة مؤجلة لتشيلسي، المفترض ان تشيلسي لو كسبها هيوصل ل 56 نقطة. الموضوع صعب شوية بالنسبة لتشيلسي، فكرة المنافسة مع ليفربول ومع مانشستر سيتي إلا في حالة سقوط ليفربول أو مانشستر سيتي. فتشيلسي لسه الأمر بالنسبة له محتاج خطوات شوية من سقوط الفرق اللي فوق زي سيتي وزي ليفربول علشان تشيلسي يرجع تاني يقوح مع الكبار. زياش النهارده كان على الدكة، وما تصدقش أي حد يكتب لك في ملخص المباراة إن حكيم زياش شارك وعمل لمسات رائعة، لأن حكيم ما نزلش ولا دقيقة جوه المباراة، وما تصدقش أي حد هيشتغلك. تشيلسي بيعرف ان هو يكسب فرقه رخمه زي بيرن الاربعه، وليفربول بيعرف ان هو يطلع كسبان مباراه ويست هام 1-0. صلاح ما سجلش، خرج بدري، بس عادي يعني، المهم ان ليفربول عرف ان هو يكسب. عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فبصراحه مش هطلب منك حاجه تانية، لانك ذوقيا منك انت عملت كل حاجه ممكن انا ما اتخيلهاش انك كملت الفيديو لحد هنا. فشكرا ليك في الاول وفي الاخر.